حطم بحوله ظهور المتكبرين، وأذل بجبروته رؤوس الطاغين الظالمين. منهم من أمهلهم ولكن إلى حين، ومنهم من جعلهم حصيداً خامدين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين وسيد الآخرين، وإمام الأتقياء والمرسلين. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. بدايةً تقبل الله من هذه الوجوه الطيبة رجالاً ونساءً شيباً وشبانًا وأطفالاً، فهنيئاً لمن صام هذه الأيام الطيبة المباركة، وهنيئاً لمن حسنت أخلاقه وأعماله، وهنيئاً لمن كانت عبادته وأعماله كلها صالحة، وبالذات صيام عرفة الذي يكفر الله عز وجل به السنة الماضية وسنة مستقبلة. وفي رواية للبيهقي قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. وفي الحديث: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، وإن ظلمتم فإن الظلم لن يدوم، لأن الظلم إذا دام دمر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وإلى أهل غزة بالذات نقول: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فنحن نقول وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا أهل غزة، صبرا يا أهل الكرامة والعزة، فإن موعدكم الجنة. نعم، إن الفرج لآت إن شاء الله، وإن مع العسر يسرا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. اللهم ردنا المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. تقبل منا الصلاة والصيام، تقبل منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأخرجنا من الجاهلية إلى الإسلام، وأخرجنا من الكفر إلى الإيمان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم.